الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأشهد الله ربي سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله وأحترمكم في الله. يعني الواحد بينظر إليكم يا إخواني في الله والله وهو قلبه يتحرك حينما يعني إيه، أنا بجيب عيني كده يمين شمال، يعني ممكن ما بركزش على يعني كل الوجوه واجه واجه، ولكن بحس إن أنا قاعد قدام كنوز. بحس إن كل واحد من اللي قاعدين ممكن بكرة يبقى يعني قائد من القواد اللي بيقفوا على ثغر من ثغور نصرة الدين في الأرض. ما تستقلش بنعمة ربنا عليك. الاسم من أسماء الله الحسنى اللي هنتكلم عنه النهاردة بيعلمك إنك أنت أوعى تستقل بنعمة ربنا عليك، اوعى تستقل باللي ممكن ربنا يعمله لك. ربنا ممكن يعمل لك حاجات كتير قوي. يعني يا اخواني في الله، الاسم من اسماء الله الحسنى اللي هنتكلم عنه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد كسب من وراه كتير بصراحه. يعني النهارده وانا بجهز درس النهارده يعني رزقت 25,000 جنيه. يعني بس هو مش 25,000 جنيه في ايدي يعني، لا، كان واحد عليا ليه دين كده وتعبني يعني بفضل الله. يعني ايه، ربنا رزقنا ان الدين ده سقط يعني. وانا قاعد والله يا اخواني سبت الورق بقى وسبت الكتب وسبت القصص والليله دي كلها، وقمت متوضي ومصلي لربنا. يعني ايه، يعني خلاص، ما هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنتحدث النهارده ان شاء الله عن اسم الله الاكرم. اسم الله الاكرم، يبقى الموضوع مش على قد 25,000 جنيه، ده دي البدايه بس. ده احنا ايه، ده احنا ان شاء الله نهيس ان شاء الله باذن الله. يعني كل واحد منكم كده يحط في بطنه ايه، شادر بطيخ كده وينتظر عطاءات الله الاكرم سبحانه وتعالى. نبدا بما بدا به الله. اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القران هو اسم الله الاكرم. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك، اقرا وربك الاكرم. اخواني واحبابي في الله، في طريق طالوت، لما طالوت فصل بالجيش اللي كان 70,000 واحد، لما جه النهر اللي القرطبي قال انه يعني يمثل الدنيا، او ان يعني النهر ده على قد مقدار حب الدنيا في القلب على قد ما الجيش هيشرب او مش هيشرب، اللي عدى النهر 314 واحد من 70,000 واحد. يعني نسبة الثبات في الطريق ده 5 في الـ1000. المفروض ان لما اقول الكلام ده تترعب. ليه؟ لان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حديث بعث النار، ان نسبة النجاة في الاخرة 1 في الـ1000، النبي قال ان اللحظة دي هي اللي هتضع كل ذات حمل حملها واللي هيشيب فيها الولدان، لما الناس هتعرف ان نسبة النجاة 1 في الـ1000. طب انا بقولك ان نسبة النجاة 5 في الـ1000، انت زي ما انتش خايف. انا بقولك ان نسبة الثبات في هذا الطريق 5 في الـ1000، انت زي ما تخايف. يا اخواني في الله، لو عايز تثبت لازم تعرف الهدف اللي انت رايح له، لازم تعرف الله، لازم تتعرف على الله. على قد ما هتعرف ربنا على قد ما هتثبت في طريق ربنا. وانا بقرأ الفاتحة كده الواحد بيلاقي نفسه بيقف غصب عنه في قول الله الرحمن الرحيم. غصب عني بلاقي نفسي افكر ايه ده، هو الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق الرحمن الرحيم؟ يعني ده احنا ياما مستنينا رحمات، بس احنا نصدق وعود ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو الكلام اللي القرآن ده هو اتكلمه عن ربنا، لو الكلام اللي القرآن ده هو اتكلمه عن جلال ربنا وعن عظمة ربنا نزل على جبل، مش نزل على قلب بشر، الجبل هينهار. لرأيته خاشعا متصدعا من ايه؟ من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني الجبل من الكلام اللي هيسمعه عن ربنا في القرآن ده هو هينهار. فين قلوبنا يا جماعة؟ القرآن بيكلمك عن ربنا كلام يزلزل القلب الحي. اكتر حاجة بتحيي القلوب هي الكلام عن الله، اكتر حاجة بتهز القلوب هي الكلام عن الله، اكتر حاجة هتغير لك صلاتك وهتغير لك عبادتك وهتخليك انسان تاني وهتنمي العزيمة جواك وهتقلب كل شيء في حياتك لما لم تكن تتخيل انه يجي، هي معرفة ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة عن اسم من اسماء الله الحسنى، يعني اسم هيملى حياتك فرح بربنا، هيملى حياتك امل، هيملى حياتك شوق لبكرة وفرح باللي جاي. لان اسم الله الاكرم ده يا جماعة لما نعيش مع الوقت، يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد قاعد
يعني انت عارف انت عايز تروح جزيرة بعيدة وتعيش مع المعاني دي من الجمال اللي فيها، انت مش عايز تشوف بشر اصلا. اسم الله الاكرم. يعني لا انسى ابدا لما واحد كان بيكلمني مرة على واحد من يعني الناس الاسرياء جدا، فبيقول لي يا اخي ده يعني انا اسمع ان اللي بيروح له بيديله اقل حاجة 200,000 جنيه. انا ساعتها حسيت ان انا غاير على مقام ربنا في القلوب. بيروح لي مين يا ابني؟ ومتين الف ايه يا ابني وانت بتتكلم عليه؟ قلت له ربنا اكرم منه وربنا اعظم منه وربنا اغنى منه. اللي عايز يروح لده يروح، انما اللي يروح لربنا هيشوف ربنا هيدي له ايه، وهيشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له ايه. ربنا لما بيدي يا جماعة بيدي، ربنا لما بيدي اذا اعطى ادهش، ربنا لما بيدي يا اخواننا في الله. يعني تخيل كم مرة شفى، كم مرة هدى، كم مرة رفع، كم مرة رزق. تقدر تحسبها؟ تقدر تحسب اللي خرج من خزائن ربنا للبشر قد ايه؟ تقدر تحسب عطاءات ربنا للبشر قد ايه؟ تقدر تحسب ربنا عمل للبشر ايه؟ في مخلوق يقدر يحسب؟ يقدر يحسب ربنا عمل للناس قد ايه؟ اسم الله الاكرم يعني وهو اسم ذكر في القرآن الكريم في سورة العلق. يعني اول مشهد يا جماعة، اول مشهد في القرآن، انا عايزك تركز معايا في اول مشهد في القرآن، وربنا بيقول للنبي مشهد عجيب، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. العلقة دي حتة نقطة دم، حتة نقطة دم ما فيهاش اي ملمح من ملامحك، ولا فيها اي خلية متميزة لاي شيء اصلا. 10,000 خلية بسيطة كده جنب بعض بيكونوا نقطة دم، ماسكة في الرحم بحتة شعرة كده، بفتلة كده رفيعة هتبقى بعد كده الحبل السري، حتة نقطة دم واقفة كده ولا فيها اي تميز لاي شيء. فربنا بيقول لك خلق الانسان من ايه؟ من علق. اقرأ وربك الايه؟ الاكرم. ايه علاقة اسم الله الاكرم بالعلق يا اخوانا؟ العلقة دي في خلال 9 شهور هيبقى عندها كمية اعضاء العضو الواحد مليارات الدنيا ما تجيبوش. مين فينا يبيع كلته بمليار جنيه؟ مين فينا يبيع كبده بمليار جنيه؟ انت جواك 120,000 صفة في خلقك في 9 شهور. ربنا بيقول لك خد خد خد. عارف يعني 120,000 صفة؟ يعني انت كل يوم كنت بتاخد 500 صفة من صفات الخلق بتاعتك في الرحم. خد كبد، خد حوصلة مرارية، خد عمود فقري، خد نخاع شوقي، خد مخ، خد عينين، خد ودن، خد شفايف، خد انف، خد قلب، خد رئتين، خد كلى، خد حالب، خد مثانة، خد رجلين، خد صوابع، خد 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 خد. المنظر اللي بيحصل في الرحم ده يا جماعة منظر فوق تخيل اي انسان. ده انت 9 شهور بينهمر عليك كمية اكرامات من الله، كمية عطاءات من الله. 120,000 مكون للجسم بتاعك ده اهو، 120,000 مكون طبي. انت كل يوم كنت بتاخد 500 عطاء، كل عطاء منهم مليارات الدنيا ما تقدرش تعوضه لو راح منك. اقرأ. فربنا بيقول لك خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. انت عايز تعيش اسم الله الاكرم تاني؟ انت عايز الكرم اللي انهمر عليك في الرحم يجي لك تاني؟ ادخل الرحم التاني. ايه هو الرحم التاني؟ الحياة مع القرآن. مش النبي قال ان لو جلس قوم في بيت الله يتدارسون كتاب الله ويتلون غشيتهم الرحمة. يعني غشيتهم الرحمة؟ نفس المنظر بتاع الرحم وهو لافت حوالين الجنين من كل ناحية. يعني القرآن ده بيديك فرصة تانية انك تعيش في اكرام ربنا وتنهمر عليك العطاءات زي ما انهمرت عليك وانت جنين. انا عايزك لما تروح تقف مع نفسك وتفكر في حتة اكرام ربنا ليك وانت جنين، في حتة انهمار العطاءات على كل واحد مننا الاف العطاءات. اخوانا انت وانت جنين كل دقيقة بيتكون فيك 250 مليون خلية عصبية. انت وانت جنين في اول 8 اسابيع وانت لسه سنتي واحد اقل من عقلة الصابع، اقل من البستلياية اللي تتحط. قلبك قلبي هو وانا سنتي بيبقى عندي قلب؟ اه بيبقى عندك قلب وانا سنتي، وبيبقى كل اعضاء جسمك اتخلقت جوه السنتي ده وبدأت تتخلق. في اول 8 اسابيع القلب بينبض 7.5 مليون نبضة. اقرأ وربك الاكرم. عايز تعيش في العطاءات دي؟ عايز تنهمر معاك؟
اقبل على كتاب الله. يعني ايه اسم الله الاكرم يا جماعه؟ الاكرم اول حاجه ممكن يكون افعل تفضيل. يعني ايه؟ يعني يقول لك فلان اجمل من فلان، فلان احسن من فلان، فلان اذكى من فلان، فلان اقوى من فلان. فلما اقول لك ربنا الاكرم، يعني ايه الاكرم؟ اول حاجه الاكرم، الاكرم من اي بشر يا جماعه؟ حتى احاول ادور كده اشوف كرم البشر ايه. ما انا عايز اعيش مع معنى كرم ربنا سبحانه وتعالى، اشوف البشر اللي اتضرب بيهم المثل في الكرم. ما ربنا بيقول لك هو الاكرم، الاكرم من اي حد، الاكرم مهما كرم بشر زهل البشر، كرم ربنا لا يمكن ان اي كرم بشر يجي جنبه. لقيت ان قصص الكرم بتاعت الناس قصص تودي لدرجه ان حاتم الطائي القيصر بتاع الروم وصل له اخبار الكرم بتاعه. حاتم الطائي ده لحد دلوقتي في حائل في السعوديه، اللي زي عارف السعوديه مدينه حائل فيها الموقده بتاعته، اللي كان على طول ليل نهار بيذبح عليها الجمال وتوقد عليها الجمال عشان كل اللي معدي يجي ياكل عند حاتم الطائي. لحد النهارده الموقده بتاعت حاتم الطائي موجوده في حائل في السعوديه. حاتم الطائي قيصر الروم سمع عن الكرم بتاعه وسمع ان عنده فرس نادر في الدنيا كلها، فبعت له واحد يطلب منه الفرس ده من غير ما يقول له انه من عند قيصر. حاتم الطائي في الوقت ده كان مخلص كل الجمال اللي عنده ده بيعها للناس، فلما جاله الضيف ما لقاش غير الفرس ده يذبحه، ذبحوله وطبخوله. فالراجل وهو بيتكلم معاه بدأ يفهمه جاي ليه وملك الروم عايز منه ايه، فقال له للأسف الفرس اللي انت طالبه مني هو اللي انت بتاكل منه الوقت ده. يا جماعة قصص حاتم الطائي ده، مرة جاله ثلاثة ادى لكل واحد وماشي هدية كده بس 39 جمل وهو ماشي كده، يعني ايه هدية بس لكل واحد وهو ماشي كده. ومال ربنا يديك ايه؟ ومال ربنا لما يديك هيعمل لك ايه؟ ومال ربنا حسن ابن علي لجاله واحد مرة بيقدم له ورقة كده فيها طلب، حسن ابن علي ما بصش للورقة وقام على طول خاتم ادوها له، ادوا له اللي فيها. افرض طالب مليون جنيه، افرض طالب 10 مليون جنيه، افرض طالب ارض من اراضي الدولة في منطقة خطيرة بملايين، افرض طالب مليون دينار. سيدنا الحسن رفض انه ينظر في الورقة اصلا، مرضاش، اعتبر من الكرم انه ما ينظرش في الورقة اصلا. يعني امال ربنا يا جماعة لما بيدي بيدي ايه؟ ولما بيدي بيدي ازاي؟ ولما بيفتح بيفتح قد ايه؟ اذا كان ده كرم المخلوق، اذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام اعطى الواحد غنم بين جبلين، الراجل راح لقومه يقول لهم ان محمد عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، امال ربنا يعطي عطاء شكله ايه؟ امال ربنا لما بيدي بيدي عطاء شكله ايه؟ الله، كرمه فوق كرم البشر. حسين بن علي مرة واحد جاب 30 ناقة فاضيين وراح نزل البلد اللي فيها الحسين عشان الناس تتصدق عليه بتمر عليهم. راح للحسين، راح لواحد اما حمل له على جمالين تمر، يعني قول مثلا الجمل بياخده 100 كيلو تمر ولا حاجه، راح للحسين قال له هات كل الجمال بتاعتك، ملاله ال 30 جمل تمر. سبحان الله. يعني اخوانا مفيش طلب مهما عظم الكريم ما بيلبهوش. يبقى انت لما بتسال الاكرم سبحانه وتعالى ايه الطلب اللي ممكن ربنا ما يعملوش؟ ايه الطلب اللي ممكن ربنا ما يهدولكش؟ المعنى ده هنشوف الوقت واحده واحده مع بعض ممكن يقلب حياتك ازاي، ممكن يغير حياتك ازاي، ممكن يملى حياتك فرح ازاي، ممكن يوريك الدنيا بمنظور تاني ازاي. واحد ناس راحوا يزوروا واحد من الاعراب فذبح لهم جمل، فكانوا هياكلوا ايه يعني؟ هياكلوا 5 كيلو يعني من الجمل يعني؟ فتاني يوم ذبح لهم جمل تاني، فقالوا له الجمل الاولاني لسه زي ما هو، قال لهم الكريم لا يترك اضيافه ياكلون طعاما تغير، ده كان اكل امبارح خلاص، ما تمدوش ايدكم عليه هذبح لكم جمل تاني. ايه ده؟ ده واحد من كرماء البشر لما بيدي بيدي حاجة بنظافة، بيدي حاجة لها قيمة، بيدي حاجة بجمال وبشياكة. اكرم الاكرمين لما بيعطي هيعطيك ايه؟ هيعمل لك ايه يا جماعة؟ هيديك قد ايه؟ واحد من الاعراب ناس نزلوا عليه ضيوف قعد يذبح لهم كل يوم جمل، كل يوم جمل، كل يوم. ففي الاخر اتكسفوا من نفسهم وهم ماشيين، حطوا له دنانير ذهب تكافئ ثمن الجمال وهم ماشيين. فلما عرف جري وراهم على الفرس بتاعه بالسيف، قال لهم يا تاخدوا فلوسكم يا هقتلكم بالسيف ده، اهو هتقتلهم؟ قال لهم الكريم يعطي بلا غرض، هو انا بديكوا عشان عايز منكوا حاجة؟ امال ربنا بقى بيعطيك بغرض؟ الله يعطي بلا غرض، الله يعطي قبل ان تطلب، الله يعطي اعظم مما تطلب، الله يعطي بلا سبب، الله يعطي بلا عوض، الله سبحانه وتعالى يعطي الله يعطي بمجرد التعرض. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة، قال لك نافلة اي بلا دعاء، يعني من غير ما يطلب.
من غير ما يطلب ربنا اداله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي بيبص في السماء وزعلان كده، ربنا حول القبلة. الكريم بيعطي بمجرد التعرض. الكريم بيفرح، بيفرح بالعطاء كما اشد مما تفرح انت بالاخذ. يعني شوف مثلا انت جاي لي او مديك مثلا 1000 جنيه، فرحان ان انت خد 1000 جنيه، انا فرحان اكتر. ربنا فرحان اكتر مننا لما بناخد، لما بيعطي سبحانه وتعالى. ربنا بيفرح اخواننا لما بيعطي. الله يحب العطاء ويحب العفو ويحب الجمال سبحانه وتعالى، ويحب المغفرة ويحب الرحمة. يعني ايه الاكرم؟ الاكرم يعني اللي اكرم، يعني يقول لك الراجل اللي بيدي 200,000 جنيه ده اللي بيروح له، امال لما نروح لربنا يا جماعه ربنا يعمل لنا ايه؟ امال لما نروح لربنا ربنا هيدينا ايه؟ قال لا، امال انا لما بدعي الاجابه بتتاخر ليه؟ يا ابني ما تشوف المشكله عندك انت. بيروى ضرب مثلا فاستمعوا له، ان راجل فلاح بسيط غلبان ماشي حافي وجعان، فقالوا له ان ملك البلد هينزل يزور القريه بتاعتهم. فالفلاح قال يا نهار ابيض، ده لو ملك البلد اداني شويه عملات ذهبيه ده انا اقدر اشتري ارض واقدر ابني فيها مكان وابقى غني بعد كده، وابقى بكسب من الارض بتاعتي، مش عايش اجير لا املك اي شيء. الفلاح قعد يستنى لحد اليوم اللي الملك نزل فيه، وهو عارف ان الملك ده بيقولوا عليه انه كريم وبيقولوا عليه انه هو غني. الفلاح اول ما موكب الملك عدى جري، يا سيدي يا سيدي. الملك امرهم انهم يوقفوا الموكب، قال لهم ماذا؟ قال له ماذا تريد؟ قال له يا سيدي انا عايز شويه قطع ذهبيه هتغير لي كل حاجه في حياتي، واشتري حته ارض وابقى راجل صاحب املاك وهكسب بعد كده ويبقى معايا فلوس واخزن فلوس. فالملك لقى في ايده كده كيس كده فيه شويه رز، فالملك ضحك قال له اعطني شيئا. قال له انا عايزك تديني حاجه. فالفلاح قال في نفسه ايه البخل ده؟ بقى انا بقول له اديني، هو اللي بيقول لي اديني، قال ايه البخل ده؟ فالفلاح اتخنق، فقام طلع من كيس الرز اللي هياكله هو وعياله النهارده، قام طلع منه رزايه وقام اديها للملك. فالملك شكره ومشي. فرجع بيته هو زعلان، ادى لمراته الرز عشان تطبخه، فزوجته جايه بتصرخ متفاجئه في ايه؟ قالت له ده في رزايه ذهب جوه الرز. الفلاح صرخ ندمان، يا ليتني اعطيته الارز كله، هو اللي بيديله رزايا بيديله صدى ذهب، يا ريتني كنت اديته الرز كله. فهم ساعتها الكريم بيدي ازاي، عامله صح وهو يديك. لما سيدنا ابو بكر الصديق طلع ماله كله لله عشان يعطك اخوانه، ربنا نزل صورة من القرآن يثني فيها على ابو بكر الصديق، سورة الليل، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وحبب قلب النبي فيه وخلاه صديق الامة وملأ قلبه باليقين وفتح على ايده في الدعوة وعلمه الشريعة وخلاه خليفة رسول الله وفتح عليه في العبادة وبارك له في وقته لدرجة انه كان في ساعة من اصبح صائما عاد مريضا تبع جنازة يقول انا يا رسول الله، وحبب فيه قلب النبي لحد ما النبي كان بيزوره كل يوم في مكة، يقعد معاه جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاصل معاه لوحده. كل ده الكريم الاكرم ادهوله عشان طلع شوية دراهم، دراهم لوجه الله يعطيك بها اخوانه. يا اخواننا لو عملنا ربنا صح هناخد. يعني ايه الاكرم؟ اللي اكرم من اي خيال واي تصور، مش اكرم من البشر بقى، اكرم من اي، ازاي اكرم من اي خيال؟ حديث اللي بيرك، حديث سيدنا موسى، ركز كده، هو بيقول يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله، يا رب يا رب اقل واحد في الجنه، اقل واحد في الجنه ده يا جماعه يعني ممكن يكون زنى 1000 مره مثلا والعياذ بالله، ده اقل واحد في الجنه منزله، يعني ده المليارات اللي في الجنه ده اخر واحد، يعني الراجل اللي عمل 99 صحيفه كلها سيئات ده مش اخر اهل الجنه منزله، ما بالك اخر اهل الجنه الاخير على البشريه في الجنه. تخيل ده، يعني ما اقول لك مثلا الاخير على الدفعه ده لعب قد ايه، ده بقى ده عصى قد ايه. فبيقول له يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله يا رب. فقال يا موسى اعطيه قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا، واحد ملك القارات السته بالذهب بتاعها بالابار البترول بتاعتها بكل ما فيها، اعطيه قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا. ده ملك مش عارف جزر بروناي ولا عنده 400 عربيه فراري، 600 عربيه مرسيدس، 300 عربيه لامبورجيني، و150 عربيه بي ام، ومش عارف ايه، وعنده البانيو بتاعه ذهب والترابيزه اللي بياكل عليها ذهب. ده ملك حته بتاع صغننه كده، رزايه صغيره كده في الكره الارضيه، امال اعظم ملك ملوك الدنيا. ومثله
ومثله ومثله ومثله. ايه ده سيدنا موسى زهل وعشرة امثاله. قد الكرة الارضية 50 مرة يا رب، قد ملك الكرة الارضية 50 مرة يا رب يا رب، فما اعلاهم منزلة. المقصد ان سيدنا موسى ذهل. عطاء يا اخوانا كرم فوق التخيل. مهما تخيلت ربنا هيديك ايه لو مشيت في طريقه مش هتفهم. مهما تصورت كرم ربنا فوق التخيل. كرم ربنا فوقك يعني ايه فوقك؟ انتوا عارفين لست اكرم ده عبد مني. كان واحد جاب خروف ورايح يعني ايه في العيد عشان يذبح، يعني عشان يبقى خروف العيد يفرح عياله بيه قبل العيد كده ويتذبح في العيد. فالخروف جري منه من قدام بيته، جنبه جار مات وعياله يتامى. الخروف دخل عندهم، العيال بيحسبوا خروف العيد جالهم بقى مش فاهمين يعني ايه بفلوس ومن غير فلوس، فرحانين بيه. دخل لهم فرحانين بيه، ما هنش عليه ان هو ياخده منهم بعد ما فرحوا بيه. قال لهم ده انا كنت جايبه لكم هدية، ورجع هو من غير هذا الخروف. في نفس اليوم بيحط ايده كده على خروف شكله جميل واقرن واملح كده، لقى صاحبه بيقول انا عهدت ربنا ان اول واحد هتتشوق نفسه للخروف ده الخروف بتاعه. قال له ازاي؟ لست اكرم بعبد مني. في الاثر الراجل اللي يوم القيامة كافة السيئات طبت بسبب نقص حسنة، حسنة وواحد ما حلتوش غير حسنة وكل الميزان بتاعه سيئات. فلقى التاني ان هو كده كده ضايع، فقال له خد الحسنة بتاعتي انقذ نفسك بيها، وانا كده كده مش هتعمل لي حاجة وسط السيئات دي. فيروى في الاثر ان الله قال له ما حملك على ما صنعت؟ لست اكرم بعبدي مني. انت من اهل الجنة، ادخل الجنة انت كمان يا اخوانا. انك انت تعرف يعني ان ربنا اكرم منك، هتعامل ربنا ساعتها ازاي؟ هتعمل مع ربنا ايه؟ من معاني الخطيرة في اسم الله الاكرم صيغة افعل يا اخواني. ممكن تيجي تفضيل يقولك اغنى فلان، اغنى من فلان، فلان اذكى، وممكن تيجي بمعنى تاني يقولك فلان مثلا احدب. يعني ايه احدب؟ يعني ظهره متني. يقولك فلان مثلا اشقر. يعني ايه اشقر؟ يعني ابيضاني وشعره اصفر. يقولك الفرس ده اشقر. يعني ايه اشقر؟ يعني الفرس. هو ايه ده؟ لما يكون صفة يعني فلان احدب. يعني فلان احدب؟ لما او فلان اهتم او فلان كذا وكذا، يعني لما تكون صفة ملازمة ما بتنفكش عنه للنهار، وكل ما تشوفه هتشوفها، وبيتميز بها عن البشر كلهم، بحيث لما تقول فلان الاشقر اللي قاعد هناك اهو خلاص ما عدتش محتاج صفة تانية، وبيتميز بها. يعني صفة شهرة. يعني ايه؟ يعني يا جماعة الاكرم اللي لو بصيت لكل افعاله في الكون ستجد كل افعاله فيها كرم. الصفة اللي لا تنفك عن اي فعل من افعال الله صفة الكرم. الكلام الخطير ده نستفاد منه بايه؟ يعني ايه برضو؟ يعني ايه صفة الكرم لا تنفك عن اي فعل من افعال الله؟ يعني الذي لا يتوقف كرمه ولا يتوقف عطاؤه. يعني ايه برضو يا جماعة؟ عايزين المعنى ده. لاول مرة بدأت ابص الحاجات في ادعية النبي عليه الصلاة والسلام، حاجات غريبة. واو العطف في ادعية النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايزك تركز معايا كده. والنبي ما بين السجدتين اللهم ايه بيقول؟ ايه اللهم؟ ايه اللهم؟ اغفر لي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني و اجبرني و ارفع. هو ايه ده؟ و و و و و. تخيل كده انت داخل على مدير الشغل، لو سمحت اديني اجازه وعايز علاوه، ولو سمحت بقى ترقيه، ولو سمحت. هيقول لك يا عم انت مين؟ انت جاي منين اصلا؟ ولا واحد دخل على ابوه، لو سمحت يا بابا انا عايز شقه، وخد بالك ان انا عايز اخطب برضه، وعايز شبكه لخطيبتي، وخد بالك ان انا عايز اتجوز فانا عايز جهاز، ولو سمحت يا بابا انا عايز مبلغ كده عشان انا هفتح محل وهعمل تجاره، ولو سمحت يا بابا انا عايز عربيه ضروري لان انا محتاج. هيقول لي يا ابني في ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت مالك داخل عامل كده ليه؟ تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني ايه ده؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، وما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ايه ده؟ في يا جماعة انا عايزكو يعني في ادعية للنبي كده، ادعية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايزكو تعدوا النبي طلب من ربنا كم طلب في دعاء واحد. حد يعرف يعد معايا؟ مين يعد معايا؟ ها؟ تركزوا معايا، عد معايا كده. ها اللهم اني اسالك، ده دعاء واحد. ده النبي رفع ايده كده طلب الطلب ده ونزلها. بس انا عايزك تتخيل كده النبي طلب كم طلب.
عدوا معي. اللهم إني أسألك في الآخر واحد يقول لي عد كم دعاء. اللهم إني أسألك خير المسألة مع كل واو عد لي واحدة، وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة بتعده، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهرة، بتعده ولا فقدت القدرة، وظاهرة وباطنة والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي، حد لسه عارف يعد، وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. سبعة واربعين، سبعة واربعين طلب في رفعة ايد واحدة، كل طلب منهم الطلب الواحد منهم بالدنيا واللي فيها، سبعة واربعين طلب رفع ايده كده، طلب سبعة واربعين طلب عليه الصلاة والسلام. الاكرم، عشان تعرف يعني ايه الاكرم، عشان تعرف يعني ان الله لا يتعاظمه شيء، ما فيش حاجة عند ربنا كبيرة او يستعظمها انه يديها، عشان ده ادعية النبي كلها كده، ده ادعية النبي، ده عجائب يا اخي. ايه الايمان ده؟ ايه معرفة الله دي؟ سيدنا عمر بن الخطاب معدي فلا واحد بيقرأ في المصحف، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر الجاهل. اللي غره انه جاهل، لو عرف ربنا مش هيتغر بيه، لو عرف ربنا هيطمع في كرمه، لو عرف ربنا نعم ربنا مش هتغره بربنا انما هتطمعه في ربنا اكتر، فبالك الجهل، الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات اللي تزلزل القلب، ربنا بيقول للنبي ولسوف يعطي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك إيه من الأولى. أنتوا فاهمين يعني يا جماعة؟ بعض المفسرين قالك يعني اللي لسه جاي أحسن من اللي فات، أنت لسه شفت فتح، انت لسه شفت كرم، انت لسه شفت كرم. انا حتى افكر كده، هو يوم ما ربنا قال للنبي لسوف يعطي ولا الاخرة خير لك من الاولى، كان النبي خد ايه؟ ده شاف جبريل وجلس جبريل وخد النبوة وبقى خاتم النبيين ونزل عليه القرآن واتصل بالله وربنا نصره بالصحابة، ايه ده؟ كل ده ربنا بيقول له ولا الآخرة خير، انت لسه شفت كرم. اهو ده كلمة الاكرم، على معنى ان الافعل الصفة الملازمة صفة الشهرة، ان الاكرم اي الذي لا يتوقف كرمه، ما بيقفش عند حد، ما بيقفش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، واسألك قرة عين لا تنقطع، واسألك مرض العيش بعد الممات، واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، واسألك في غير ضراء مضلة ولا فتنة ايه مضلة. اللهم زيننا بزينة الايمان. ايه يا اخوانا ده؟ ايه الادعية الغريبة دي؟ اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده انت تحس هو عارف يعني ايه الاكرم، عارف يعني ايه كمان يا رب، كمان يا رب، ما فيش حاجة اسمها كفاية، جزاء من ربك عطاء ايه حسابة. قالك يعني الله لما بيعطي بيعطي فوق الرضا. يعني ايه حسابة؟ يعني لما اقول مثلا ايه انا عايز فلوس، فلوس، طب خد الخمس تلاف دول، لا 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 ده كتير، وخد المئة الف دول كفاية، حسبك حسبك، وخد المليون دول، وخد العربية دي، وخد الذهب ده، وخد في الجنة عطاء حسابة، لحد ما انت نفسك اللي بتقول كفاية يا رب حسبك. انما سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يا جماعة فيش حاجة اسمها كفاية مع ربنا، كمان يا رب. اسم الله الاكرم يعلمك يعني ايه كمان يا رب، كمان الووات العاطفة اللي في ادعية النبي عليه الصلاة والسلام بتبهر القلب. كل ده، كل ده رجاء في كرم الله، كل ده رجاء في اسم الله الاكرم. عطاء ربنا لا يتوقف،
في ايه كمان يا جماعة؟ حد يقدر يقول لي في ايه؟ في كل حاجة بقى. ده انت ده انت هتعيش يا ابني لو تدبرت في اسم الاكرم مع الجنة. يا سلام الاية، يعني سبحان الله، يمكن الآية اللي ربنا رزقني بسببها ان انا يعني احاول يعني اتلمس كده ما يرزقنا الله اياه في اسم الله الاكرم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء. يا رب وفيها انهار يعني من حاجة غير الماء؟ ما كل الانهار من ماء. مين اللي قالك ان ما فيش انهار من غير الماء؟ ده انت بالنسبة لك انت وانهار ها من لبن اللي ما يتغير طعمه. لبن هو في الجنة ابقار وبهايم وجواميس وبيجيبوا لبن. هو انت يا ابني ما تعرفش غير لبن الجواميس والابقار؟ هو انت اخرك علبة جهينة؟ انت ما تعرفش حاجة تانية في الدنيا؟ انت ما تعرفش ان في كائنات تانية ليها لبن ألذ الف مرة واغلى الف مرة؟ يا مرة يقولك وانهار من عسل. العسل انت فاكر العسل الكيلو ب17 جنيه اللي مأكلينه وبتاع؟ مش في عسل جبلي وفي عسل سدر وفي عجزاء ملكات وفي، انت متخيل العسل ده عسل شكله يقول انهار من خمر؟ انت متخيلك بقى ليه الازاز دي اللي بيسموها البتاع ديت اللي بتتباع ب 3 جنيه ديت انهار من خمر؟ يا ابني ده في ازاز خمر ب20 و30 الف جنيه، الازازة حتة البتاع ده ايه؟ الملوك بس اللي بيعرفوا يشتروها. انت متخيل نوع الخمر ده شكله ايه؟ فلما ربنا يقول لك انهار وانهار وانهار وانا ايه ده؟ الاكرم الذي لا يتوقف عطاؤه. لما ربنا يقول لك ان المتقين فيه جنات، طب يا رب ليه مش في جنة؟ جنات الاكرم لما بيدي سبحانه وتعالى جنات ونهر. يعني تخيل كده لو انا عزمتك على حسابي اسبوع في الهيلتون، هتبقى انا كراجل كريم ولا لا؟ طب لو عزمتك على حسابي اسبوع في شاليه كده صف اول في مارينا، طب لو عزمتك على حسابي اسبوع في او الهيلتون اللي في وش الكعبة على طول، اسبوع كده عمرة كده على حسابي بالتذكرة. ربنا يا ابني بيقولك الجنة دي كلها ادخل جنات ونهر وتمتع. ربنا سبحانه وتعالى لما النبي ثبت في فترة من فترات المرحلة المكية قال له ان اعطاناك الكوثر. كوثر ده، الكوثر ده ينفع انه يتعمل فيه حفلة تسع الامة من ايام سيدنا محمد ليوم القيامة، تجمع دول كلهم وكل واحد يلاقي له مكان بيستمتع فعلا نار الكوثر. ده هدية كده، ده مكافأة، ده مش المرتب، ده حوافز ثبات في مرحلة من المراحل. امال بقى مكافأة نهاية الخدمة ايه؟ امال بقى المكافآت ايه؟ الاكرم يا جماعة اللي لما بيدي، اذا اعطى ادى سيدنا زكريا بيقول لي مريم ان لك هذا. ازاي يا مريم؟ منين يا مريم؟ وازاي تاخد العطاءات دي يا مريم؟ اذا اعطى ادهش. ربنا يا اخوانا كرم ربنا عشان نعرف يعني ايه اسم الله الاكرم، يعني الذي لا يتوقف عطاؤه. يعني ايه لا يتوقف عطاؤه؟ يعني انت تدخل الجنة تلاقي نعيم نفسي وسعادة وفرحة، ده دي الوحيدة جنة كمان مش كده بس، وتلاقي نعيم مادي وتلاقي زوجتك في الجنة شعرها بس على راسك تبص لك كأنها الياقوت والمرجان، شوية احجار كريمة تركبت على بعض، يعني لون ملامحها ايه ولون عينها ايه ولون خدودها ايه واوصافها ايه وشكلها ايه. ده ربنا بيقول لك كأنهن لؤلؤ مكنون. يعني دي ايه دي اللي عاملة زي الاحجار الكريمة دي؟ ايه دي؟ وربنا شوف بقى ربنا بيديك وبيديك نعيم مادي شكله ايه في الجنة، وطعام وشراب وقصور، ده كده جنة لسه. هو ده ايه غير نعيم الحب؟ انك تحب وتتحب، وربنا بيحبك والملائكة بتحبك والمؤمنين بيحبوك والنبي بيحبك عليه الصلاة والسلام. لسه كل ده، لسه النظر لوجه الله الأعظم من كل ده، وكمان لسه العطاءات الخاصة اللي ربنا بيرسلها لناس مخصوصة في الجنة كده اخذين ما اتاهم ربهم، ولسه نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة. لما الواحد بيقعد يفكر كده في اسم الله الاكرم وربنا يقول لك ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرنا، لحد الوقت يا جماعة كده خلاص جنة، متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى. ايه ده؟ ايه الانهمار بتاع العطاط؟ يعني ده مش وصف الجنة، ده صورة الانسان بتوصف لك حتة من الجنة، هتيجي صورة الطرة توصف لك حتة تانية خالص، هتيجي صورة المطففين توصف لك حتة تالتة خالص،
هتيجي سورة الرحمن توصف لك حتة رابعة خالص، هتيجي سورة الزخرف توصف لك ايه ده ايه يا اخوانا ده الاكرم الذي لا يتوقف عطاءه. وبعد كل ده بعد كل ده بعد كل العطاءات ديت يوم الجمعة اسمه في الجنة يوم المزيد، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا ايه مزيد، يجتمع اهل الجنة ويكشف الحجاب وينظرون الى وجه الله ويقول لهم الله تمنوا يا اهل الجنة، فيتمنوا حتى تنقطع الرغبة، ما عادوش لاقيين حاجة يطلبوها. زي ما تيجي الشاب كده تقول له شبيك لبيك اطلب، يقول لك نفسي اتجوز عروسة شكلها ايه ملك الجمال العالم اهي، عايز ايه كمان؟ ما العروسة ديت عايز قصر، القصر اهو، عايز ايه كمان؟ عايز عربية 4x4، العربية اهي، وعربية كمان تانية صغيرة كده همر عشان تقضي بيها المشاوير الصغيرة بتاعتك، وايه كمان؟ وعايز فلوس عشان اصرف، ادي 50 مليون دولار في البنك باسمك، وايه كمان؟ وعايز مصدر دخل ثابت، ما انا هصرف ال50 مليون دولار هيخلصوا بسرعة، فانا عايز مصدر، ادي مالتي ناشونال جروب بتاعتك انت، ففي الاخر الشاب ما عادش لاقي حاجة يعملها، فأهل الجنة يسألون حتى تنقطع الرغبة، ما عادش لاقي حاجة يعملها، فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني انتوا عارفين معنى كده يا جماعة ان نعيم الجنة تصاعدي يعني ايه؟ يعني في الجنة نفسها، الجنة كل يوم جمعة نيو لوك، الجنة كل يوم جمعة بيجي فيها اصناف من نعيم ما كانتش فيها قبل كده، فاللي احنا اتكلمنا عنه من شوية اللي كان ادنى اهل الجنة منزلة، بعد شوية بيبقى النعيم بتاعه يقترب من نعيم الفردوس الاعلى، وبتاع الفردوس الاعلى نعيمه بيرتقي في درجات لا يعرفها الا الله، لا يعلمها الا الله، ده بقى اسم الله الايه؟ الاكرم الذي لا يتوقف عطاؤه. بس الفرق بين عطاء ربنا في الدنيا وعطاء ربنا في الجنة ايه؟ حد يعرف الفرق بين اكرام ربنا في الدنيا واكرام ربنا في الجنة ايه؟ حد يعرف الايه؟ يعني بس في كل صنف نعيم الفرق ان في الدنيا انت بتاخد بسبب، ربنا رتب ان عطاءات الدنيا باسباب، ادعي تاخد، اعبد تاخد، اقرأ وربك الاكرم، اتصل بالقرآن عشان تشوف الكرم، انما في الاخرة بلا اسباب، فانت قاعد تاخد بدون اي تعب، فانت من انبهار لانبهار مبهور بكرم ربنا سبحانه وتعالى. اسم الله الاكرم يا جماعة ده اسم يطير العقل، اسم الله الاكرم اي الذي لا يتوقف كرمه، مش في الجنة بس في القبر، تدخل القبر تلاقي الارض بتضمك ضمة حانية فرحانة بيك، مش بس كده، بعد كده تلاقي القبر اتفسح مد البصر، مش بس كده، وبعد كده تلاقي الجنة بتتعرض لك كل يوم مرتين اصناف جديدة من الجنة بتاعتك، مش بس كده، وبعد كده تلاقي في رفيق جالك يفضل يؤنسك، مش بس كده، لو انت اعمالك الصالحة من السابقين تصعد روحك الى الجنة اصلا في التي سقفها عرش الرحمن. انت متخيل الاكرم في الدنيا، ربنا في الدنيا عطاؤه لا يتوقف وكرمه لا يتوقف، انه كان بايه حفية حفاوة ربنا في نفس السورة في الاخر سيجعل لهم الرحمن ودة، ده اللي صام وقام بس العشاء، طب ثانية واحدة، اللي صام وقام بس والضحى جهد النهار والليل اذا سجى جهد الليل، اللي يعني اللي تعب شوية بالليل وبالنهار عشان ربنا بيقول له ايه؟ ما ودعك ربك وما قال، انت فزت بمعية الله ولا الاخرة خير لك من الاولى، انت تصاعد الكرامات في حياتك لن يتوقف، واللي انت شفته كل ما هتشوف اكرام جديد هينسك الاكرام اللي قبله، كأنك كنت ما اكرمتش قبل كده، زي ما اهل الجنة لما ينظروا الى وجه الله ينسوا اصلا نعيم الجنة كأنهم ما خدوش نعيم قبل كده. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني بعض المفسرين قال لك وعد الله النبي في الجنة بألف قصر في الجنة، لسوف يعطيك ديت، يعني انت مش متخيل، ده انت هتاخد لحد ما ترضى، كل ديت عطاءات عشان جهد عبادة، عشان شوية عبادة، اسم الله الاكرم، عيش معاه بقى يوم القيامة، عيش معاه في الدنيا، شوف كرامات الله للصالحين، شوف النبي لما قال ماذا انزل ليلة من الخزائن، كل ليلة ايه اللي بينزل؟ سحاء الليل والنهار، دي نقف معها بعد الاذان بقى ان شاء الله. الكريم عكس ايه؟ عكس البخيل، ما شاء الله لا قوة الا بالله، صح، بس ده معنى من المعاني، ده لو الكريم صفة فعل، الكريم عكس ايه تاني؟ اللئيم، صح، اللئيم،
اللئيم ده يعني المخلط التئام. يقول لك حجر كريم. يعني ايه حجر كريم؟ يعني خالص ما فيش فيه اي شوائب، فبيتباع بملايين، صح؟ فاللئيم. عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: لحفر بئرين بابرتين وكنس ارض الحجاز تكنس السعوديه كلها في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين عميقين بمنخلين، وغسل عبدين اسودين حتى يصير ابيضين، اهون من سؤال لئيم في قضاء دين. اسهل من ان انا اقف على واحد. ليه؟ لان اللئيم بيبيعك ساعه ما بتحتاج له، بيبيعك. عشان كده الكريم لا يمكن يتخلى عنك، لا يمكن يسيبك. الكريم لا يمكن يسيبك. عشان كده يا اخواني العنب كان العرب بيسموه ايه؟ معنى ده جميل قوي 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 قوي، ويعرفك يعني كرم. العنب كان العرب بيسموه ايه؟ الكرم. والنبي نهى عن كده وقال ان الكرم قلب المؤمن. طب كان العرب بيسموه كرم ليه؟ حد عارف؟ ألذ طعم، والعنقود بتاعه اكتر عدد ثمره بتطلع في عنقود العنب، ومفيش فيه بذر في معظم انواعه، والوان واشكال، والشجره بتاعته مفيش فيها شوك، والشجره بتاعته شكلها جميل جدا، وسعره رخيص، وتعصره يجيب لهم الايه؟ العصير اللي كانوا عايزينه، ومش عالية، تمد ايدك تقطف البتاع، وقطفه سهل، واكله سهل. في ايه تاني في العنب؟ ها؟ كل حاجة في العنب يا جماعة، كل حاجة في العنب. فسموه الكرم. هي دي يا اخوانا. عشان كده من الكلمات الحلوة عند العرب يقول لك جوزة كريمة. عارفين الجوز واللوز؟ يعني ايه جوزة كريمة؟ يقول لك يعني الغشاء بتاعها يعني بسيط، فلما تيجي تكسرها توصل للوزة اللي جواها بسرعة، ما تعبتكش، سهل انها تديك اللي جواها. فالكريم اللي سهل انه يديك، المعنى ده اخطر معنى مأثر في قلبي في النفس كله، السهل انه يديك. اصل الناس الوقت ترفع ايدها يا رب، ربنا ما يستجيبش. ليه؟ بيبتلينا عشان يختبر حسن ظننا فيه. طب حلو جدا، ده ابتلاك مثلا في الدعاء ده، والدعاء التاني بيبتلينا برضو. انت يا ابني بتضحك على نفسك يا ابني. الاصل في الدعاء ان يجاب. الابتلاء يحدث في بعض الادعية، انما تضحكش على نفسك. ربنا سهل انه يدي، ربنا يفرح انه يدي، ربنا بيعطي بمجرد التعرض والثناء، مجرد العبادة ربنا بيغمرك بالعطاءات. يبقى اسأل ربنا ليه اجبت الدعاء بتتأخر. انت عندك مشكلة، انت عندك مشكلة، انت اللي عندك مشكلة بقى في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. انت اللي مش عارف تعامل ربنا وتستمطر كرمه. عامل ربنا بقلبك واقبل عليه بقلبك، وشوف ربنا هيغمرك بكرمه قد ايه. عشان كده سحاء الليل والنهار. يعني ايه سحاء الليل والنهار؟ يعني الخير نازل من يمين الرحمن. يعني سبحانه وتعالى الخير نازل من يمين الرحمن، فيضانات شلالات بيجري في اللي في طريقه من كتر ما السيل بيبقى في غاية القوة. الخير نازل، الخير ده انت اسم الله الاكرم. لو انا اديت لكل واحد ورقة وقلت له اسم الله الاكرم هيقول لي ايه؟ اسم الله الاكرم غير في حياتك ايه؟ تجربك مع اسم الله الاكرم ايه؟ اللي تغير في حياتك بسبب اسم الله الاكرم ايه؟ اخواني واحبابي في الله، يعني عشان ما نطولش باذن الله سبحانه وتعالى، وعشان نتكلم في التوصيات سريعا اللي نخرج بيه من هذه الاسماء الحسنى، ونحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نجتهد في موضوع الاسماء الحسنى، لان الموضوع ده ممكن يغير عبادتك تماما. يعني اسم الله الاكرم يعني اللي اتكلمنا عنه جزء كده من الكلام المره دي، لان مسافه من المغرب للعشاء قليله للاسف الشديد. الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. بس اللي عنده قلب حي حياته هتتقلب مجرد انه يسمع آية واحدة عن ربنا. والله يا اخواني اسم الله الاكرم يحمسك عليه. قولوا لي يا جماعة انتوا سخنتوا على ايه الوقت؟ او انت ايه الحاجة اللي انت نفسك تعملها؟ ها؟ حمسك على ايه؟ دعاء. الله اكبر. يفرحك بالدعاء، يلهفك على الدعاء. 47 طلب في دعوة واحدة. روح هات كتاب القحطاني وقعد اضحك، اضحك على نفسك، اضحك على اللي ضاع مننا يا ابن. اطلب اطلب. واخي يقول ايه؟ طب النبي دعا الدعاء ده بالجمع، ادعينا بالمفرد عشان ربنا يدينا انا. يا ابني ادعي بالجمع زي ما النبي دعا، ربنا يديك ويدي للدنيا كلها. طب كل الادعيه دي انا عايز دعوه واحده بقى. يا عم ادعي زي ما النبي، ده النبي بيقول لك اسالك من الخير كله عاجله واجله، اسالك من كل خير خزائنه بيدك. الاكرم يا ابني. سليمان قال له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وادهوله. قال له انا عايز ملك تاريخي متفرد في تاريخ البشريه يا رب، وربنا ادهوله. الاكرم. اطلب اطلب وتعرض لكرم الله. طيب الحاجة التانية اللي يسخنك عليها الاسم ده ويغيرها فيك، ها؟
الكريم لو انت رحت له بيته ممكن يكلمك عن ديونك عليه؟ الكريم لو انت جيت له بيته ولجأت اليه ممكن يسيبك؟ ممكن يقولك مش هجيب دعائك؟ ممكن يردك؟ ممكن يقولك ذنوبك؟ مش ممكن يا اخوانا الاكرم. يبقى نتعلم اللجوء الايماني الى الله. نتعلم بقى ان لما يحصلك مشكلة تجري على هنا. اعرف بقى قيمة بيت ربنا، قيمة اللجوء الى الله والتعرض للفرج، قيمة عبادة اللجوء الى المسجد والتوسل والتضرع الى الله حينما تحدث لك مشكلة، لانك بتقول يا اكرم يا اكرم، يا اللي مليت الجنة نعيم بكرمك، يا اللي مليت القبور نعيم بكرمك، يا اللي مليت حياة الاولياء كرامات بكرمك، يا اللي مليت حياة النبي اجابة الدعاء بكرمك. يا اكرم من كل كريم، يا اكرم ممن ضربت بهم الامثال في الكرم في التاريخ، يا اكرم من الخيال والتصور، يا اكرم من الاكرمين كلهم. انت عارف ايه الحاجة الثالثة اللي يسخنك عليها اسم الله الاكرم؟ ايه؟ الانفاق. لست اكرم بعبد مني. والله يا اخواني انا حسيت ان انا سلوكي النهاردة اتغير خالص. انا حسيت ان اسم الاكرم غير فيه حاجات غريبة. يعني يجي اخ مثلا، يعني انا مش بس فعلا الواحد بيتغير. اسماء الله الحسنى، يعني انا ما عمري ما حطيت في دماغي ان حد يجي لي البيت مثلا ولازم اخرجه بهدية. النهاردة انا مكسوف، مكسوف ان حد يجي او يبقى تحت البيت ومشي كده. حدش يجي لي يا جماعة، يعني اقفل على نفسي شوية يعني احسن الناس بقى. مكسوف يعني عايزة، يعني انا حاسس فعلا ان على قد ما هتكرم ارحامك وتكرم جيرانك وتكرم الناس وتكرم الصالحين وتكرم الاخوة، ومش تكرمهم بفلوسك بس، اكرمهم بضحكة وشك، اكرمهم بكلمة اهلا اهلا وانت بتحضنهم. واحد اتصل بيا وانا ايه كنت زعلان منه شوية، انا اهلا اهلا اهلا. يا سلام، انا حاسس باسم الاكرم، انا عايز ربنا يكرمني. انا هكرم بابتسامتي، بترحيبي، بدعائك ليه، بفلوسك بقى لما يبقى معك فلوس، يعني ان شاء الله يبقى معك فلوس ان شاء الله باذن الله، انك انت تغير سلوك. اسم الاكرم يسخنك على ايه تاني؟ في حاجة خطيرة يعني مش ممكن. ده الاية اللي ذكر معاه اسم الاكرم اصلا في القرآن. قرآن اقرأ وربك الاكرم. ليه يا اخوانا؟ يعني المشهد المبهر، خلق الانسان من ايه؟ علق. بعدها اقرأ وربك الاكرم. ايه علاقة العلق بالاكرم؟ قلت لكم 120 الف مكون في خلق جسمك اتكونوا في الرحم في 9 شهور. يعني انت كان حوالي 500 حاجة بتاخدها كل يوم من ربنا. 500 حاجة كل يوم بتاخدها من ربنا. حاجة منهم قلبك، حاجة منهم الاورطة، حاجة منهم القناة اللي ما بين عينك وانفك، قناة الدمعية دي، حاجة منهم جفونك، حاجة منهم نخاعك الشوكي، حاجة منهم انت متخيل، حاجة منهم صوابعك، حاجة منهم انت متخيل يعني ايه؟ انت متخيل رب حاجة منهم لون عينيك، حاجة منهم انت متخيل اكرام ربنا؟ ده انهمار، انهمار. فانت عايز بقى اللي حصل معاك في الرحم يحصل تاني في رحم تانية، اللي هو مدارسة القرآن في الدنيا. الرحم الثانية مدارسة القرآن. لو عشان كده اسم الاكرم في الموضع بتاع اول سورة اقرأ يلهفك على العلاقة بالقرآن. وشوف بقى مش 500 عطاء كل يوم، شوف العطاءات اللي تنتمر عليه. اسم الاكرم يغير ايه في مشاعرك؟ يحسسك بيه، يعني انت عايز بيه الفرح بالله، فرحان الحمد لله يا رب ان انت ربنا، انا ربي، دي صفة واحدة من صفاته. يا جماعة الكرم ربنا له 3 صفات متعلقة بالكرم، حد يعرف يقولهم لي؟ الكريم، ها، ما غرك بربك الكريم. التانية الاكرم اللي احنا بنقولها اقرأ ربك. التالتة ذو الجلال والإكرام. التلاتة في القرآن، التلاتة في القرآن. وأجاز العلماء أن تدعو بقولك يا أكرم الأكرمين. يا أخوانا الموضوع كبير والمعنى كبير. طيب من ثمار اسم الله الأكرم إيه برضو؟ ها، الشوق للجنة، الشوق للمكان اللي أنت بتاخد فيه الإكرام بلا أسباب. ما انتش محتاج بقى من غير اسباب بتاخد الاكرام. والذي لا يتوقف الاكرام فيه عند حد. يوم المزيد كل جمعة الجنة كلها بتتغير فيه، في النعيم اللي فيها.
ايه تاني؟ لو حد منكم قال ثمار الاسماء الحسنى 5 6 7 8، يا جماعة ثمار الاسماء الحسنى اقسم بالله لا حدود لا ولا حصر. اسماء الله الحسنى هتغير صلاتك، هتقلب لك صلاتك. شوفهم احنا يعني الواحد قرأ وسمع دروس قد ايه عن الخشوع في الصلاة. عمر خشوعك في الصلاة ما بيبقى زي لما تسمع عن ربنا وتقف تصلي من ايديه. لا يمكن. مفتاح الصلاة أتدرون بين يدي من أقوم. لو عرفت ان الصلاة دي الأكرم بيقضي لك حوائجك بسببها، انك واقف بين يدي العظيم حياتك هتتغير، صيامك هيتغير، ذكرك هيتغير، قلبك هيتغير، روحك ونشاطك وحماسك، نومك هيقل، سماعك للأذان وإقبالك وتلبية النداء هتتغير، حجك وعمرتك هتتغير، أخلاقك هتتغير، نفسيتك هتتغير، همك هيتغير، حياتك هتتغير، أهدافك هتتغير. اسماء الله الحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع الجاي بإذن الله نحاول نعيش مع اسم تاني من أسماء الله الحسنى بإذن الله ربنا الكريم. الحاجة اللي أنا عايز أقولها بقى في دقيقتين، استأذن بقى يعني إخواننا معلش لو كنا نتأخر عليهم الوقت يا إخواني في الله. بإذن الله بصوا يا إخواني عايزكم تركزوا معايا. مركزين معايا؟ مركزين جدا؟ لا ركزوا أكتر من كده. ايوه كمان. انا عايز مستوى تركيز عالي جدا معايا. بصوا يا جماعه عايز تعرف ربنا، مش هتعرف ربنا انك تسمع عنه بس. في حاجه الدين عملها اسمها بيئه ايمان. من غير بيئه ايمان والله لو موتت نفسك ما انت هتعرف توصل لربنا الا ان شاء الله. اهل الكهف عملوا الكهف بيئه ايمان. من غير بيئه ايمان مش هتقدر. يا بني اركب ايه معنا، يعني لما تركب هتلاقي ايه؟ هتلاقينا، مش هنخلع، مش هيبقى بيني وبينك ترابيزة واقول لك اتق الله وبعد الدرس تيجي تجري ورا الشيخ ما تلاقيش الايه؟ ما تلاقيش الشيخ. بس انا ما عدتش عايزك تجري ورا الشيخ بقى. انا ما عدتش عايزك بعد الدرس تجري ورا الشيخ. عارفين ليه؟ لان عقدة الشيخ دي من الحاجات اللي دمرت الاخوة والاخوات. ترتيب الدين مش ان يبقى فيه يا جماعة ناس كده بقى يا شيخ ما تسيبنيش يا شيخ. اسيبك فين يا ابني؟ يا ابني انت يا ابني لما هنعمل بيئة ايمان مننا والدين ما عادش هيبقى كلام، حياتنا هتتغير كلها. انت ما عدتش هتحتاجني اكتر من الدرس ده واستشارات معينة. انما انتوا لما هتمتحنوا مع بعض، لما هتنصهروا مع بعض، لما هتتعرفوا على بعض يا جماعة وتلاقوا ان ده هو بيعلم فقه وده هو بيعلم عقيدة وده بيعلم تجويد وده هو بينزل جولات دعوية وده هو نشيط في الدعوة الفردية وده هو في العمل الخيري ما شاء الله وكتاب له ده. انت يا ابني هتلاقي مدرسة. الصحابة تربوا على ايد بعض زي ما تربوا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا جماعة احنا هنعمل اختراع جديد بعد الدرس اسمه ورش العمل. هنفتح ورش. عارفين احنا سميناها ورشة ليه؟ كان ممكن نقول جلسات، كان ممكن نقول عواميد زي ما كنا نقول. عارفين سميناها ورش ليه؟ لان انا عايزك تطلع صنايعي، انا عايزك تطلع بالقحرط، انا عايزك تطلع تعرف تعيش بالدين بره الجامع ده هو. فهنعمل ورش عمل بإذن الله. إخوانكم موجودين معاكم والفكرة بدء النهاردة بداية بسيطة هتبقى على قد إن أول ما نصلي العشاء فورا بإذن الله. مش عايزك تجيلي ولا تعبرني خالص. هتلاقي أخ من إخوانك حواليك 7 8 كده ولا 9 10 تتلموا حوالين بعض يعني جنب أقرب أخ ليك من الإخوة اللي هم يعني ماسكين الورش ديت، وهتبدأوا تعملوا حلقات تعارف، حلقات حب. الحلقات دي افرض هتاخدوا نمر بعض، افرض أنت عندك مشكلة وعايز تجيبني، هتعرف تجيبني ولا لا؟ هتتصل بيه وممكن يوصل لي صح ولا لا؟ طب افرض انتم يعني ناس نشطاء ما شاء الله ومجتهدين وكده، ممكن تيجوا نتقابل مع بعض بره بره الدرس خالص، نقعد مع بعض كده ايه لو في مشاكل، لو في حاجه محتاجه فتح قلب، يبقى بقى في قناه للتواصل بيننا وبين بعض. طيب افرض انتوا بقى فاهمين اكتر وعارفين يعني ايه حياه اجتماعيه بين ملتزمين، هتتصلوا ببعض في وسط الاسبوع، تعالوا ما نروح ناكل بليله في اجه مثلا يعني. ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ ده حاجه لذيذه جدا. تعالوا ما نروح يعني تعالوا ما امبارح كنا عاملين حفله شوي بفضل الله يعني، فكان يعني بعض الاخوه كده رايح يجيب الحصر اللي هنقعد عليها، فاحنا بنجيب الحصر فلقيت ترابيزه بينك. فلقيت ترابيزة البنج وترابيزة البنج فاضية يا رجالة والاخوة واقفة يا عيني وبعض اخواننا من الدعاء يا عيني جم ويعني والدنيا مستنية. ما قدرتش اقاوم والله يا اخواني. قعدنا نلعب بنج شوية وحاجة. حياة بتاعت الاخوة يا جماعة جميلة. انا نفسي تعيشوا الحياة الجميلة دي، نفسي تفهموا قيمة بعض. بطل بقى يا عم الشيخ يا شيخ يا ابني انت مش عايش يا ابني
يا ابني انتوا مع بعض حبينا نعمل دوري كوره في الدرس، ايه رايكم؟ كل ورشه فريق، يلا ما نعمل دوري كوره ونشوف مين الفريق اللي هيكسب. خلاص حبينا نعمل يعني بقى فيه، حبينا نعمل معسكر، نعمل رحله ان شاء الله باذن الله، يعني في حاجات يعني ان شاء الله باذن الله ناويين نعملها كثيره. واحد من المجموعه دي غاب، ما يضيعش بقى يلاقي اللي بيتصلوا بيه ورايحين له بيته، مالك سلامتك، عنده مشكله يقفوا معاه، نحقق الدين يا جماعه. نحن لا نملك من دين الله الا كلام، ما عندناش واقع، نبدا نعمل واقع. طب هدف الورش دي ايه؟ هدف الورش دي يا جماعه احنا مش بنعمل يعني ايه، مش بنعمل مثلا ايه، لا احنا بنتواصل، احنا بنطبق دين ربنا ببساطه، بحب، باخلاص، نبدا نبني بيت ايمان. طيب في وسط الاسبوع درس دكتور عبد الرحمن الصاوي، هتلاقي الاخ بيتصل بيك يلا على الدرس، لقيت واحد يذكرك صح ولا لا؟ طب انت طلعت ما شاء الله عندك فايده وتعرف تشتغل في حاجه، الاخ ممكن يبلغني مثلا او الاخوه، لان الموضوع هيزيد يعني ان شاء الله، يبلغني فورا نبدا ايه نشتغل مع بعض في الدعوه الى الله. طب انت عايز تطلب علم، ممكن فلان الاخ ممكن يربطك بحد تطلب معاه علم يعني. والنهارده باذن الله الموضوع زي ما بقول لكم بيبدا بصوره بسيطه ان شاء الله، ممكن من اول مرات جايه باذن الله يبدا الموضوع، يبقى الورشه ماسكها اتنين يعني، بحيث ان يبقى فيها معاني تربويه حقيقيه وفيها ونتقابل في وسط الاسبوع، نحضر دروس مع بعض، نصحي بعض لقيام الليل. مش نفسكم يا جماعه في الواقع ده؟ نفسكم في الواقع ده؟ مش نفسكم يا اخوانا ان احنا بدل ما انت قاعد كنوز يا ابني، اقسم بالله انا عارف نص اللي قاعدين دول، نص اللي قاعدين اقعد يا حبيب قلبي، انا عارف نص اللي قاعدين، نص اللي قاعدين دول كنوز، ان شاء الله، انا عارف نص اللي قاعدين دول اخوه كنوز ما شاء الله كتاب الله. انا وانا اخ قدكم يعني، وانا صغير طالب يعني، والله يا اخواني انا كنت بقعد مقهور اطبق الكلام اللي بسمعه في الدرس ازاي. عايزين تطبقوا اطبقوه مع بعض. يعني عارفين انجح طريقة في العالم لعلاج المخدرات هي ايه؟ حد عارف؟ قالوا الاول نعمل سحب تدريجي للمخدرات، فشلت. قالوا طب نديله جرعة بسيطة ملهاش اثار جانبية من المخدرات، فشلت. قالوا طب نديله مواد كيميائية تضرب المخدرات في دمه، فشلت. قالوا نسجنه، فشلت. قالوا نكلمه عن المخدرات واخطار المخدرات ومصائب، فشلت. عارفين انجح طريقه في العالم نجحت في علاج المخدرات ايه؟ بداوا يعملوا، يجيبوا فيلا بجنينه كبيره ويأجروها، ويجيبوا المدمنين ويجيبوا المعالجين يعيشوا مع المدمنين فيها 24 ساعه، ويجيبوا المدمن يخرجوه من البيئه الفاسده اللي كان فيها، اللي تحول فيها المدمن والحرامي والكذاب والخاين، ومراته سابته وخلعته واولاده كرهوه وابوه وامه ندموا قالوا يا ريتنا ما كنا خلفناه والناس خافت منه. خاتوه بقى من البيئه دي حطوه في بيئه تانية معاه معالجين 24 ساعه بيعينوا للمدمن واحد اندر كول زي نائب الطوارئ، لو المدمن في اي لحظة بعد ما خرج حس انه هيشرب يتصل بنائب الطوارئ فورا. مفروض الشاب الجديد لما يقعد في الحلقة ديت يبقى يعرف اي حد من اللي استريح لهم في الحلقة انه جديد، اول ما يبدأ نفسه هتحدثه بعد سرية، نفسه هتحدثه بيدخل على مواقع في واحدة بتكلمه فورا، يتصل بالاخ فورا نائب طوارئ. عارفين الطريقة دي يا جماعة؟ يعيشوا مع بعض، يبدأوا يتعلموا يعيشوا ازاي مع بعض، يبدأوا يقعدوا جلسات إيمانية أو جلسات يعني في التفكير مع بعض، يبدأوا الطريقة دي أنجح طريقة في علاج المخدرات في العالم، اسمها لاف ويج. عارفين ليه؟ لأنه عملوا للمدمن بيئة بديلة، فهمهم إن الفساد اللي فيه واقع الشباب لا يمكن هيعالجوا كلام، مش هيعالجوا درس سخن. مشكلة الشاب اللي بيزني الوقت دي مش درس سخن يا جماعة، ولو درس سخن حل مشكلة الشاب مش هيحل مشكلة الباقي. عشان كده احنا مش عايزين نركز على ان درس، احنا عايزين مشكلة الشباب دي ان يلاقوا بيئة. طب لو احنا عملنا ورش العمل دي والتحمنا مع بعض وعرفنا بعض وانتوا عرفتوا بعض، ها انت متخيل لو جه شاب جديد هيلاقي حضانة ولا لا؟ هيلاقي ناس معاه طول الاسبوع ولا لا؟ هيلاقي بيئة جميلة ولا لا؟ هو ده اللي احنا عايزين نعمله. عايزين نعمل انجح طريقة في العالم لعلاج الشباب، انجح طريقة في العالم لعلاج ادمان المعاصي، انجح طريقة في العالم للتغيير بيئة الايمان، اللي هنبدأ ان شاء الله مع بعض نعملها واحدة واحدة. بعد العشاء فورا ان شاء الله باذن الله
في حوالي 10 من اخوانكم باذن الله على الاقل موجودين وسطكم مندسين وسطكم. ها كل واحد اول ما هتخلص ويعني وانا عارف اخواني ما شاء الله كتب لها برضو يعني مثلا لو دكتور احمد او كده يعني لو في حد تاني برضو وحس ان في يعني في النص في ناس معهاش حد يقوم قاعد معها فورا باذن الله سبحانه وتعالى. وانا اول ما اصلي العشاء ان شاء الله بالعصايه وهنزل وسطكم ان شاء الله باذن الله. اه وهنبدا بقى نشوف هنعمل ايه. الحاجه الثانيه يا اخواني لو اتكلمنا عن الاسماء الحسنى احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم عن القران والتفسير. فانا خايف ان احنا نبدا نبعد عن التفسير رغم ان كل كلامنا في الاسماء الحسنى بفضل الله من القران يعني ان شاء الله. الا ان انا خايف ان احنا نبعد عن ان احنا نمسك خمس ايات ونتكلم عنه. ايه رايكم نعمل في وسط الاسبوع ليله قرانيه ساعتين بعد العشاء نتقابل في مسجد يكون مسجد ايه يعني يكون في وسط البلد شويه برضه بس يكون اصغر من هنا شويه ونتقابل نصلي العشاء مع بعض ونشرح جلسه قرانيه مع بعض بس بصوره خاصه بقى يعني مش بصوره عامه مفتوحه زي كده بصوره للي عايز يرتبط بالقران بصوره اعمق وبعد كده نقف كل واحد يمسك مصحفه يصلي بيها يصلي ويعيش معاها او نصلي مع بعض يعني سواء هذا او سواء هذا ونبدا نتربى بالقران في محضن قراني. ايه رايكم في الفكره دي؟ يعني مين اللي متشجع انه احنا لو عملناها الاسبوع ده يجي؟ ها طب كويس جدا يعني بفضل الله في يعني ايه في عدد كافي جدا. انا عارف ان بفضل الله يعني نص اللي موجودين على الاقل نفسهم ان هم يتربوا ويرتقوا والجرعه بتاعه ساعه في الاسبوع مش هتبقى كفايه. احنا انا بعمل ايه دلوقتي؟ حد فاهم بعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنبدا نكون بيت ايمان. الحلقات ده مكون، الدرس ده مكون، اليوم الاثنين ان شاء الله العشاء هيبقى اللقاء بتاعنا القراني ان شاء الله الاثنين الجاي ده والعشاء مكون، ان شاء الله هنحاول نعمل معسكر قراني مكون ثاني، واحده واحده هنعمل دوري كوره مكون ثاني، ما بيت الايمان دي كل حاجه. يوم الاثنين هنصلي العشاء مع بعض في مسجد ايه بقى؟ لا 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 مسجد الصديق الشيخ احمد جلال يوم الاربع يوم ايمان ليله ايمانيه ده موضوع تاني. يوم الاربع في مسجد الصديق الشيخ احمد جلال عامل ليله ايمانيه ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله غالبا هبقى معاه فيها باذن الله سبحانه وتعالى. واخواتنا برضو يوم الخميس في يوم ايماني للاخوات في مسجد الصديق للاخوات مش للاخوه للاخوات ان شاء الله برضو هنبقى مع بعض. انما لا انا بتكلم في حاجه ثانيه ملحقه بهذا الدرس ليله قرانيه يوم الاثنين العشاء الاثنين مش المغرب عشان المغرب هنبقى صايمين نفطر ان شاء الله الاثنين العشاء في مسجد ايه بقى؟ لا يعني يعني مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص والنساء برضو اللي عايزه تيجي تيجي خلاص ان شاء الله باذن الله. والله واحده واحده بس انا مشكلتي مع الاخوات ان لسه مش ما اعرفش اخوات معينين يعني يبقوا واصله بينا وبين الاخوات تحت ان شاء الله اول ما ربنا يرزقنا بيهم ان شاء الله ننطلق معاهم تحت بقى باذن الله نعمل لهم كل النشاطات دي والعواميد دي بس لسه يعني ايه للاسف مش عارف يعني ايه يبقى معانا فريق نسائي زي ما معانا فريق رجالي ان شاء الله ربنا يرزقنا يعني ان شاء الله. لو في اخوات يعني مستعدين او عندهم درجه من النشاط يحاولوا يوصلوا لي باي طريقه انا ما اعرفش اوصل لهم انا ازاي انما ان شاء الله ممكن يحاولوا يوصلوا لهم. يوم الاثنين العشاء في مسجد ايه؟ مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى نصلي العشاء هناك نقعد مع بعض ساعتين كده باذن الله في جو ايماني في جو قراني. انا اسف ان انا طولت يعني لم اكن اتمنى والله يا اخواني ان انا اطول عليكم ما بين الاذان والاقامه. ما تقول ياض ما طولتش ولا حاجه ويا اخواني ما تقول يا عم انت يعني لو خطه بينا برك الغمد لا ايه يا عم في ايه يا عم انتوا مش سلفيين ولا ايه؟ ربنا يحفظكم يا اخواني ان شاء الله بعد فور صلاه العشاء تبدا ورش العمل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.